يعني نستقبل الآن مشاهدين الكرام عبر الهاتف العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية. سيادة العميد برحب بحضرتك يا فندم، أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ حور، تحياتي ليكي وللسادة المشاهدين جميعا. أهلا بك يا فندم. يعني بداية دعنا نتحدث عن رؤيتك للعلاقات المصرية السودانية وتطورها بهذا الشكل الكبير، وتحديدا خلال العشرة أعوام الماضية. يعني أعتقد ربما المتابع للسياسة الخارجية المصرية يعني مدرك تماما وأصبح لديه يقين بأن هناك نقلة نوعية حدثت في العلاقات المصرية الأفريقية بشكل عام، بدأت من العام 2013 ومستمرة وممتدة ومتطورة الحقيقة طوال هذه السنوات، وده أفلك صدور المصريين والرأي العام بكونه صحح أوضاع الحقيقة كان فيها قدر من الخلل في العقود الماضية. من 2013 هذا الانفتاح الكبير على القارة الأفريقية والإدراك الحقيقي والفعلي بأهمية العلاقات المصرية الأفريقية، برز على جانب آخر منه أن هناك العديد من الدول الأكثر تميزا حتى داخل القارة، وكان منها السودان وكان منها ليبيا، وربما أيضا خلال الخمس سنوات الماضية على وجه التحديد هناك تكثيف للجهود المصرية على صعيد الملفين الليبي والسوداني وعلى صعيد العلاقات المشتركة ما بين البلدين، في جهود مصرية ملموسة، جهود حقيقية، جهود بتبذل على المستوى الثنائي ما بين مصر وما بين هذه الدول من أجل الوصول إلى مرحلة من مراحل الاستقرار. هناك إدراك أيضا من هذه الدول لحجم هذه الجهود المصرية. الحقيقة بنلتقي بكثير من الأشقاء السودانيين والليبيين، يعني بيقدروا هذا الجهد المصري، بيقدروا أن الجهود المصرية ليست قاصرة على البعد الدبلوماسي، بل هي بتحظى برعاية رئاسية مصرية مباشرة، وهم مدركين لهذا الأمر، وده يعني الحقيقة بيجعل العمل بيسير على مختلف المسارات والأصعدة. أن يكون السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه وهو يعني اللي بيدفع في اتجاه الوصول إلى حالة قرار مستدام في السودان، وإلى الوصول إلى الانتخابات في ليبيا، وبيتم ذلك عبر الشركاء الدوليين، بيتم ذلك عبر كل المنظمات الدولية الموجودة. كان هناك تقدير كبير تبعناه جميعا ولاحظناه وقت عقد مؤتمر دول الجوار اللي جرى في القاهرة، ووصف حينها بأنه من أهم التحركات ومن أهم التجمعات اللي رعيته الدولة المصرية فيما يخص الأزمة السودانية الراهنة الأخيرة. فالحقيقة يعني هذا الجهد هو جهد في الصميم، وجهد كما يخدم مصالح هذه الدول هو يخدم مصالح الأمن القومي المصري، لا شك في ذلك. هي دول جوار مباشر، دولة السودان علاقتنا التاريخية أكثر كثيرا مما يمكن أن يقال أو يذكر، لذلك عملية تطوير شكل العلاقة وفتح مجالات التعاون طوال الوقت كان حاضر وحاضر بقوة قبل الأزمة الأخيرة. وفي الأزمة الأخيرة هناك جهود تبذل مع كافة الأطراف الحقيقة. بخصوص الأزمة الأخيرة للسودان الشقيق سيادة العميد، يعني أتحدث معك على أكثر من صعيد. لو هنتحدث في البداية على مستوى السياسي ويعني الموقف الثابت من مصر والقيادة السياسية تجاه دولة السودان الشقيقة، و يعني دائما ما الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيدعو للحوار، حوار يعني شفاف بيراعي مصالح دولة السودان الشقيق. كيف تبعت هذا الأمر؟ يعني تبعت الأمر دوت حقيقة بتقدير كبير، بكونه مفتاح حقيقي. الرؤية المصرية قدمت يعني ما ترى حلا لهذه الأزمة، وكان صوتها حاضر من اللحظات الأولى لاندلاع هذه الأزمة الأخيرة المعقدة والمركبة، بأن مصر حددت أن الحل العسكري لن يفيد أحد، ليس هناك رابح من هذا الاستخدام المسلح بأي شكل من الأشكال. كان هناك دعوة مصرية مفتوحة لكافة الأطراف السودانية كي تكون مائدة السياسة
السودانية. السودانية هي القادرة على انتشال السودان من أزمته الأخيرة، من هذه العثرة اللي نتمنى أنها لا تطول بأي شكل من الأشكال. كان هناك تأكيد على أن تكون رؤية المستقبل السوداني لا تستبعد أي طرف من أطراف السودانية، بل أن يكون حجم التشارك تشارك واسع الطيف، يضم كل المكونات السياسية في السودان، يضم كل مناطق السودان من غير استثناء. هذه الرؤية كانت مفتاح حقيقي لكثير من الرؤى اللي تشكلت، حتى الرؤية الدولية أصبحت تردد هذا الخطاب المصري وهذا الجهد المصري. مصر كانت بتضع هذه الروشتة أمام الأشقاء في السودان وبتسعى إلى تحقيقها. عمليات الاستضافة لأكثر من نقاش موسع ومفتوح سوداني سوداني على الأراضي المصرية كان رغبة مصرية بأن يخرج الحل من السودانيين أنفسهم أو يخرج هذا التوافق، ومصر صحيح ستدعمه على الفور. هذا أمر أصبح السودانيين أنفسهم يثقون في هذا الدور بشكل كبير جدا، ولم يخل هذا الدور من بعد إنساني لا يعني يجب الإشارة ليه أستاذ حرب بشكل مهم، لأن الحقيقة هذا ما كنت أتحدث مع حضرتك فيه على الجانب الآخر وهو الجانب الإنساني، يعني مساعي مصرية ومساعي للقيادة السياسية بتغليب لغة الحوار وسعي متواصل طبعا بالتأكيد لحقن دماء السودانيين ودعم الشعب السوداني الشقيق لتقرير مستقبله يعني الوصول بانتخابات نزيهة. والبعد الآخر يعني أريد أن أتحدث مع حضرتك فيه تفصيلا هو تحت عنوان السودانيون آمنون في مصر، الدعم الإنساني المقدم للأشقاء السودانيين من اللحظات الأولى لهذه الأزمة واللي بالتأكيد يعني كان على كافة المستويات، كيف تابعته وكيف تقيمه؟ يعني الحقيقة زي ما حضرتك أشرتي في البداية كان هناك يعني تأكيد مصري وصوت مصري مسموع ممثل في القيادة السياسية، ممثل في وزارة الخارجية المصرية، بيتحدث بوضوح وبلهجة واضحة جدا على أن من يدفع فاتورة هذه الأزمة الأخيرة هو الشعب السوداني. تقليص حجم المعاناة وحجم المتاعب الكتير اللي السودانيين بيدفعوا فاتورتهم الحقيقة كان هم مصري ورغبة مصرية حقيقية في رفع هذا العناء عن الأشقاء. طيب.